هلا وغلا، معكم محمد سيف الرامي، وراح اتكلم معاكم عن التوب 10 لافلام هوليوود، وليس التوب 5 لانه كان في افلام كثيره. وقبل ما ابدا اشكر نتفليكس لانها عملت افلام او صنعت لنا افلام جيده هذا العام. المرتبة العاشرة عندنا فيلم دولومايت إز ماي نيم. هذا الفيلم من إنتاج نتفليكس ومن بطولة إدي مورفي. يتكلم عن دولومايت اللي هو شخصية معروفة في الكوميديا الستاند أب كوميدي، وتحول إلى نجم سينمائي. فالمراحل التي هو عمل فيها هذا الإنسان جابوها في هذا الفيلم بأسلوب دقيق وجيد جدا، وأداء إدي مورفي يستحق أن يكون واحدة من الأدوار المهمة لهذا العام، على الأقل إذا حصل ترشيح بيكون شيء جيد. في المرتبة التاسعة عندنا فيلم ميدسومر. ميدسومر فيلم غريب الأطوار، فيلم مش كل الناس راح تتحمله. ليش؟ لأن هذا الفيلم فيه بطء كبير جدا في الرتم اللي الشخص اللي مش متعود عليه، اللي متعود على هالنوعية من الأفلام واللي يحب يشوف فيلم مختلف جدا، فيلم ميدسومر يستحق أنه يشوفه. فيلم يتكلم عن رحلة إلى دولة أوروبية، هناك تصير مشكلة حق فتاة التي تذهب مع خطيبها إلى هذاك المكان، والأحداث تأتي تلو الأخرى بأسلوب يعني تقول عليه عادي، اللي قاعد يصير عادي لكن هو أصلا عنيف. فيلم يستحق أنه يكون واحدة من الأفلام الجيدة لهذا العام. في المرتبة الثامنة فيلم Avengers Endgame. أنا واحد من الناس اللي يمكن ما يشوفون وايد أو ما يهتمون وايد لأفلام مارفل، معني لازم أتابع الأفلام هذه عشان أعطيكم رؤيتي، لكن هذا الفيلم هو الخاتمة لسلسلة أفنجرز اللي شفناها من 10 سنين. الفيلم فيه الجميل اللي فيه إن فيه دراما وفي كوميديا، وكذلك فيه شخصيات تعطي أداء، فكل شخصية تعطي أداءها جيد جدا. لذلك الفيلم كان طويل من ناحية المدة الزمنية، لو كان قصير راح نشوف فقط الأكشن وراح نشوف فقط الأمور اللي هي فيها بهرجة من ناحية الجرافيكس والسبيشال افكتس، لكن الفيلم كان فيه تمثيل أيضا وكان فيه بعض الأفكار والمشاهد القصص الجيدة، لذلك يستحق أن يكون واحدة من الأفلام الجيدة لهذا العام. في المرتبة السابعة Knives Out. أنا اخترت هذا الفيلم أنه يكون في المرتبة السابعة لعدة أسباب. أولها فيلم غموض بأسلوب مختلف جدا، فيلم دراما اللي فيها موجودة مشوقة بأسلوب أيضا مختلف جدا، وكذلك أن الفيلم هو فيلم فانتازي من النوع الكوميديا السوداوية. الكوميديا السوداوية طغت نوعا ما على الغموض اللي موجود في هذا الفيلم. الفكرة بشكل عام عن قتل شخص كبير في السن في هذا المنزل، والموجودين في هذا المنزل كلهم متورطين في هذا الموضوع، لكن انت ما تقعد تفكر مين القاتل، راح تفكر بس انا بشوف احداث في هذا الفيلم، وكل حدث يعطيك يعني ابهار من ناحية الاداء ومن ناحية الكوميديا اللي موجودة في هذا العمل. الكوميديا السوداء قلما نشاهدها في الافلام الامريكية، يستحق انه يكون في هذه المرتبة عندي في الليستة. المرتبة السادسة ايضا نتفليكس مع فيلم ميرج ستوري، قصة زواج. قصة زواج هذه المرة ليست بقصة مفرحة وليست بقصة رومانسية جميلة جدا وذات مشاعر عالية الجودة، لا، هذا الفيلم يتكلم بواقع الانفصال ما بين الزوج والزوجة كيف راح يكون، نفس فيلم انفصال إيران اللي تتذكرون، لكن هنا بصورة أمريكية عن طريق اهتمامنا بالمجتمع الأمريكي كيف قاعد يعيش هذه الأمور. فأنت راح تشوف قصة المحامين وتدخل الغرب في حياة هالشخصيتين اللي هم أصلا فنانين، فهالفيلم يستحق أن يكون واحدة من الأفلام الجيدة، والممثلين اللي أدوا في هذا الفيلم أداء جيد جدا، وخاصة دور المحامية اللي هي مساعدة المحامية التي ممكن تحصل جائزة أفضل ممثلة مساعدة لهذا العام. عام فيلم ميرج ستوري إذا ما شفته موجود على نتفليكس لا تفوته. في المرتبة الخامسة فيلم دارك ووترز. أعتقد هذا الفيلم قليل الناس شافته في السينما، لأنه أصلا عرض لفترة و
بسرعة طلعوا من السينما، ليش؟ إنه كان ما في ترويج كبير لهذا الفيلم، أو إن الفيلم مش ضخم ولا في نجوم كبار في هذا العمل. مارك رافالو هذا الفنان اللي أنا أشوفه واحد من الفنانين الأندر ريتد في السينما الأمريكية، يعني قليل الناس تفكر فيه، لكن هو صراحة عنده أداء جيد جدا. هو أيضا منتج هذا العمل. فيلم يتكلم عن قضية هامة وقضية خطيرة، وهذه القضية تمس كل مجتمع الموجود في الكرة الأرضية. فهذا الفيلم يتكلم عن تلوث، يتكلم عن موضوع كيميائي. أنا ما راح أحرق عليك الأحداث كثيرة، لكن هذا الفيلم موجود أعتقد على الستريمينج ولازم تشوفه وتعطيني رأيك عليه. لذلك أنا أعتبر هذا الفيلم من الأفلام المفضلة لدي لهذا العام 2019، دارك ووترز. في المرتبة الرابعة مع البيوغرافي فيلم فورد فيس فيراري. أي نعم، الفيلم أحداثه مفهومة وأحداثه معروفة، وأكثر الناس اللي قرأت عنه في الويكيبيديا عارفة كل شيء، لكن المعالجة الموجودة والخطوات التي انبنت عليها هذه الأحداث في هذا الفيلم يشكر عليها مخرج وصانع هذا الفيلم، أنه عملها بشكل مزين وجميل جدا، وعيشنا الستينات بأسلوب جميل جدا، وكذلك أداء الفنانين الموجودين في هذا العمل سواء كان مات ديمون وكريستيان بيل. كريستيان بيل فنان رائع وقوي، وأيضا مات ديمون كان جيد في هذا العمل. هذا الفيلم يعني تطور الأحداث الموجودة خاصة بعد منتصف الفيلم، وخاصة الحلبة السباق اللي صوروها، أنا ما راح أقول إنه هو مثل الرش، لكن هني كان في تعمق مختلف من نوع ثاني. أنت راح تعيش الفنان الموجود في هذا الفيلم، وراح تعيش الشخصية اللي في هذا العمل. لذلك أنا أعتبره واحدة من الأفلام الجيدة جدا لهذا العام، فورد فيس فيراري. في المرتبة الثالثة فيلم أس. فيلم أس يا مناس قلنا لهم هذا الفيلم لازم تهتمون فيه من البداية للنهاية. حاولوا تطلعوا من موضوع أن هذا الفيلم يعني ما كان نفس الفيلم القبلي لنفس المخرج اللي هو جيت أوت. لا تقارن هذا الفيلم مع هذاك الفيلم، هذا الفيلم مختلف، فيلم نفسي، فيلم فيه فلسفة، فيه رموز كثيرة في هذا الفيلم إذا تعمقت فيها راح تفهمها، وكذلك أداء الفنانة اللي في هذا الفيلم تستحق أن تكون واحدة من الأدوار المهمة لهذا العام. فيلم أس فيلم رعب كوميدي بشكل مختلف جدا عن السينما الأمريكية اللي شفناها في العصر الحديث. أفلام كثيرة شفناها أفلام كوميدية رعب، لكن هذا الفيلم مختلف جدا. الرعب ممكن يكون طاغي من ناحية النفسية في هذا العمل. فيلم أس إذا ما شفته روح شوفه. طبعا الحين تبغى تعرفون المركز الثاني، فيلم Once Upon Time in Hollywood. فيلم Once Upon Time in Hollywood ترنتينو يقول لك هذا آخر فيلم حقه، وأنا أتمنى أنه ما يكون آخر فيلم له، لأن صراحة هذا المخرج ما ينشبع، وهذا المخرج بعده في قمة عطائه، وعطانا فيلم يعني ممكن نقول عصرة كاملة من خبراته الإخراجية والفنية في تنفيذ الأعمال. والجميل دائما في هذا المخرج أنه دائما يعطيك نهاية غير متوقعة، ونهاية تبشرك بالخير وتخليك تعيش حالة خاصة في هذا الفيلم، راح تعيش هذه الحالة. وأعتقد صعب أن نشوف ليناردو دي كابريو وبراد بيت في مستطيل واحد مع بعض، أو يؤدون مع بعض أداء كامل من بداية لنهاية الفيلم، وهو قدر يجمعهم في هذا العمل. وهذا العمل في أشياء كثيرة مهمة في حياة الأمريكيين في الستينات، وكذلك حياة الفنية في السينما الأمريكية آنذاك. فلذلك اللي ما شاف هذا الفيلم أو اللي طلع من بداية الفيلم من السينما، ارجع شوف الفيلم مرة ثانية أحسن لك. والآن مع المرتبة الأولى قاعد تفكرون صح؟ طبعا المرتبة الأولى راحت لفيلمين، فيلم الجوكر وفيلم آيرشمان. سامحوني يا جماعة الخير، ما أقدر أقول أن هذا أحسن من هذا، ولا أقدر أقول هذا أقل من هذا. يا أخي الجوكر وآيرشمان أنا أعتبرهم مفصولين في السنة، كل واحد له جزء، النصف الأول حق جوكر والنصف الثاني حق آيرشمان. 6 شهور هذه بروحها وست شهور هذه بروحها. صراحة فيلمين من الأفلام القوية جدا. فيلم الجوكر إذا نعتبره نحن عالم من الصورة البصرية الجميلة، وعالم من الخيال الجميل، وعالم من الفلسفة الخاصة، ففيلم آيرشمان عالم من الإجرام، وعالم من الدراما، وعالم من الروايات اللي نحن قليل ما نشوفها في السينما الأمريكية. من زمان ما شفنا روايات صراحة. فيلم ذا آيرشمان، فيلمين مهمين صراحة نزلوا هذه السنة، ومن الصعب أنك تقول هذا أفضل من الثاني. لذلك فيلم جوكر
يستحق انه يكون رقم واحد لهذا العام، وهواكين فينيكس راح ياخذ هالجائزة لا محال. واما فيلم ذا ايرشمان يستحق ايضا يكون من الافلام المهمة، وانا اتوقع انه ياخذ جائزة افضل فيلم هذا العام ذا ايرشمان. وخسارة يعني خسارة هذه الاساطير ما بنشوفها مرة ثانية يمكن بسبب العمر طبعا. فهذه هي المرتبة الاولى. شكرا جزيلا على المشاهدة، وكل عام وانتم بخير بمناسبة حلول السنة الجديدة 2020. أتمنى لكم سنة سعيدة وسنة مفيدة وسنة أفلام جيدة. أتمنى أفلام تصدمني هذه السنة أكثر من كل الأماكن، سواء العربية الإماراتية أو الهندية وهوليوود، وأيضا أفلام عالمية. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نشوفكم في السنة الجديدة بفيديوهات ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.